السلام عليكم. اليوم غادي نجي باش ندير معكم هذه الفطيرة اللي كتجي رائعة رائعة جدا في التوريق ديالها. هو بصراحة شكل من اشكال ديال المسمن، ولكن ما كنديروش حنا كيديروه الاخوان ديالنا المصريين، وانا حاولت ندير فيه بعض التعديلات باش يكون سهل في التطبيق. كما عودتكم دائما كنحاول ندير وصفات اللي هي سهلة. انا غندير لكم كمية قليلة وانتم تقدروا تضوبوا المقادير. هنا انا درت 500 غرام ديال الدقيق الابيض، 125 غرام ديال الدقيق الاصفر او القمح، هنا عندنا 20 غرام ديال الملح، 5 غرام ديال خميرة الخبز، وهنا تقريبا 5 غرام سكر سنيدة، وهنا ملعقة كبيرة ديال الخل، الخل الابيض. وغنحتاجوا الماء يكون دافي ما يكونش الماء بارد. غادي نضيف الدقيق الابيض. انا هنا راني دوبلت المقادير، غير غنوريكم فقط الطريقه كيفاش نعجنوه. وهنا غنزيد نضيف الدقيق الاصفر، القمح، وغادي نضيف باقي العناصر تدريجيا. غادي نبدا بالخميره ديال الخبز. هنا غادي نضيف الملح، السكر، وغنضيف ملعقه الخل، نحاول من نديرهاش فوق الملح والخميره، نبعد عليهم باش ما يكونش واحد التفاعل. هنا انا غادي نبدا نعجن، وغنضيف تدريجيا الماء حتى تجمع لي العجينه وتكون شويه قاسحه، ما تكونش مرخوفه. هنا خاص العجينه تبقى قاسحه شويه. وهذا هو القوام ديال العجين كيفاش كيجي من بعد ما عجنته. انا غادي نغطيه ونخليه حتى يرتاح، ما نخليش حتى يخمر، فقط كيرتاح. وهنا العجينه من بعد ما ارتاحت ليا، انا غادي نحاول ندير كويرات بهذا الشكل، يعني ما كيكونوش كويرات كبار بزاف، غادي نديرهم صغار. غادي ندوز حتى نكمل العجين ديالي كامل بهذه الطريقه، ونوريكم كيفاش غادي نحاول نورق العجين ديالي. هنا كما كتلاحظوا انا كملت كويرات ديالي، شكلتهم بهذا الشكل. انا درت كويرات كلهم صغار، وواحدين وحدين خليتهم بحجم كبير. هنا غادي نحتاج الزيت فقط باش نسرح العجينه ديالي، وخليط كذلك غادي نحتاج ديال الزبده مع الزيت. هنا خلطت الزبده والزيت، يعني بحال درتو كاس ديال الزبده، ناخذ نص كاس ديال الزيت. كما كتلاحظوا هاد الكريسات انا خليتهم كبار حيت هما اللي غادي يجيو في الاخر. غادي ناخذ الحادد الحبات اللي بغيت على حسب المقلات اللي عندي. الا كانت عندك مقله كبيره خذي حتى 7 الحبات، ماشي مشكل، يعني كل حبه تكون بحجم ديال المندارين. كناخذو حجم صغير شويه. غادي نسرحها بهذه الطريقه، وغادي نرشها بالزبده وبالدقيق اللي خلطته مع الخميره الحلوى، وغادي نبقى ندير بهذه الطريقه وحده فوق وحده، ماشي نورقهم رقاق بزاف، غير شويه. وغادي نكمل بهذا الشكل. غادي نبقى كل مره ورقت وحده نزيد فيها الزبده ونرش عليها الدقيق والدقيق ديال القمح والخميره ديال الحلوى. كما قلت سابقا في الخميره ديال الحلوى هي كتساعد على ان المسمن ملي يبرد ما يبقاش عاصي، يبقى يعني حافظ على، يبقى هشيش، يبقى فتي، يبقى مزيان. هنا قد ما كنزيدو حنا كنكبروا في القرصه اللي كتجي لفوق. يعني كل واحد على حساب المقلات اللي عنده. قد ما كانت عندك المقله كبيره مزيان، وكيبغي يجي الحجم ديالو كبير بزاف كيجي روعه روعه في المذاق ديالو، يعني هو سهل. وما كيديروه المصريين يقولوا ليه الفطير المشلتي توقينا، ولكن انا ما كيديروش ليه بهذه الطريقه، كيديروه بطريقه اخرى. انا ضفت ليه القمح، هما ما كيديروش فيه القمح، يديروا فقط الدقيق الابيض، ما كيديروش الخميره حتى هي. هي الصراحه الخميره مزيانه في جميع المعجنات، كتجي مزيانه. هنا غنستمر بهذه الطريقه كما كتلاحظوا. دابا غادي ناخذ هذيك الكويره اللي درت كبيره باش نجمع بها هذوك الخبزات بحال القرصات اللي قرصت المره الاولى. هذه هي اللي غتكون كبيره، هي اللي غتجمعهم ليا كاملين باش ملي يكونوا طيبوا ما يتحلوش ليا. غادي نجي نديرها الوسط ونجمع بها العجينه كامله بهذا الشكل.
كما كتلاحظوا، غادي نطوي بحال نسد بها العجينه كامله بهذه الطريقه، بحال كتسدي العجينه كلها. وهذوك العجينه اللي درنا وحده فوق وحده كتجي كلها في طاج كامله كتجي مورقه. وغنستمر بنفس الطريقه حتى نكمل العجينه ديالي. وهنا من بعد ما ساليت غنخليهم يرتاحوا، ومن بعد ما ارتاحوا غادي ندوز دابا باش نوريكم كيفاش نطيبوهم. غادي ندير المقلاه ديالي تسخن، من بعد ما سخنات مزيان غادي نقص عليها العافيه شويه، ما نخليش العافيه تكون شويه بين وبين، عافيه متوسطه، ونحاول نقلب في كل مره، ما نخليش حتى تحمر في مره. كما كتلاحظوا كيجي واحد مرق بواحد الشكل اللي هو عجيب، يعني كيجي رائع رائع في التوريق ديالو. كما كتلاحظوا كيجي مرق مزيان. وغنستمر هكا حتى نسالي الخبزات ديالي كاملين، يعني نخليو العجينه ملي نطويوها نخليوها ترتاح باش تجينا ساهله في التقراص ديالها وتحافظ على الفيتاج ديالها. الا قرصناها في البلاصه راه ما كتجيش. هنا ملي كيمسمن يبدا يتنفخ نعرفوا راه ان التوريق جا، يعني جا ناجح بحال شكل ديال الملوي اللي وريتكم في المره السابقه. يعني الفيتاج ديال اي حاجه الا تنفخت راه الفيتاج ديالها مزيان. وبالتالي غادي نكون تقريبا ساليت المسمن معاكم اليوم. كما كتجيو هو حجم عملاق، يعني حجم كبير، ولكن كيجي رائع في المذاق ديالو، يعني حجم عائلي. كما تلاحظوا انا قسمت وحده هنا باش نوريكم الطريقه كيفاش كيجي التوريق ديالو من الداخل، كيجي بهذا الشكل كما كتلاحظوا. نتمنى كل فيديو ديال اليوم نال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تخليوا لي تعليق وديروا لايك، واللي مازال ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله.